العيال وحشوني قوي حميده، عايز اشوفهم دلوقتي حالا. يا راجل اصبر شويه، كلها ساعه وزمانهم جايين من المدرسه. هروح لهم، هروح لهم المدرسه حميده، عايز اشوفهم. على ما احنا نروح هيكونوا هم جم. ده انت هتفرح بيهم قوي يا برحي. انت فاكر سايبهم قد ايه؟ دلوقتي بسم الله ما شاء الله هما الاتنين في ثانوي رجاله شحاطه. الحمد لله، اتنين رجاله وانا راجل زيهم. شوفي احنا تلاته رجاله، بس انت حميده ارجل مننا كلنا. ارجل من مين يا الدلعادي؟ كنت اتصيت في نظرك ولا اتصيت في نظرك؟ بقولك ايه، عامله لك اكله حمام بس عايزه بقك، اجيب لك تاكل قبل ما العيال يجوا. صباح الفل يا حاج. يا صباح الفل، اهلا ومالك. اهلا انا حبيبي، نورت الدنيا. اتفضل. يا مرحب. اهلا. امال فين فتحي؟ حميده قالت لي انه بقى معلم كبير وهو اللي ماسك الشغل. لا، ما هو سواعي بيجي هنا وسواعي بيروح المعرض. انا نسيت ابارك له على المعرض الجديد يا حاج. جديد ايه بقى يا عمنا؟ خلاص مبقاش جديد. ربنا يزيده ويبارك. على كل حال انا محاولك علشان انا ما قدرتش ازورك طول الفتره اللي فاتت دي، بس يعلم ربنا. طبعا انت فاهم يعني. طبعا يا حاج، هو في حد فاهم في الدنيا دي قد ايه؟ وبعدين انا عارف انت ما كنتش عايز تزورني عشان تفهم بتوع المكتب انك رافض تجارتي في المخدرات. بس انا عايزك تتاكد يا ابني ان انا ماليش دعوه باللي حصل لك ده ابدا. ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ ده انت عمرك ما غدرت باي حد شغال معاك هنا. هتغدر بي انا جوز بنتك؟ انا عمر الفكره دي ما جت في دماغي ابدا يا حاج. وبعدين انت حبيبي يا ابني، واحنا قاعدين كتير، الواحد بيبقى قاعد مش عارف الخبطه هتجيله منين ولا من مين. عندك حق يا حاج. سيبك من اللي فات بقى، خلينا دلوقتي في الشغل. قولي انت نويت على ايه ان شاء الله؟ انا في الحقيقه حاجة عايز ارجع لك الشغل، بس انا خايف على مصلحتك. يعني خايف؟ مش فاهم. يعني دلوقتي انا بقيت صاحب سابقه مخدرات والعين عليا، ومش عايز الطك يا حاج. مكتب المكافحه كل شويه هينطوا هنا ليل ونهار ويفضلوا يقلبوا ويفتشوا في المغلق. بس انا بحقيقي محتاجك قوي يا ابني يا برعي. انا محتاجك اكتر يا حاج، لحمي هو لحمك. الله، بس انا حاسس من كلامك كده ان انت ناوي تسيبنا. ليه يا حاج؟ ما عندك فتحه، هو ربنا يخليه لك شرب الكار وبقى ده ودود. طب قول لي انت ناويت على ايه يعني؟ انا في الحقيقه حاجه كده ناوي ابعد على الصنف واشتغل في السليم. اشتغل في السليم؟ اشتغل في السليم انا هتعمل ايه يعني؟ انا قدامي كده كم محل كده، بس دماغي لسه ما ربطتش على حاجه. لا ربط يا ابني، شوف انت عايز ايه وانا رقبتي سداده. تخيرك ممرمغنا يا حاج، والحمد لله انا كنت شايل قرشين كده باسم حميده في البنك، حمايل عليهم واشغلهم. ربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله.